الخوت كنت درت واحد الاشعار او درت واحد المنشور في الفيسبوك، فهضرت على القناه الثانيه انها ولات في الصيغه ديال الاش دي ام اي. لحد الان كتبت في ثلاثه ديال البلايص بالاش دي ام اي. دابا هذه باش ما تلفوش، هذه التردد ديال 12015 فيرتيكال 27578. هذه ماشي بالصيغه ديال الاش دي ام اي. اللي بالصيغه ديال الاش دي ام اي ما ديرش بحث، انت غير سير اللي عندها غادي تلقاها بالاش دي ام اي. انا نوريها لكم، هي 11474. انا نوريها لكم باش تعرفوها، ماشي 12015، لان الدوزيام في النايلسات عندها جوج ديال الفريكونسات. انا نوريكم، انا ندير عليها كاع بحث باش تعرفوا. فغادي ندير ميني، غادي نجي للانستالاسيون، غادي ندير 4 ديال الاصفار، وغادي ندير اونتين، وغادي نمشي للتردد. انا التردد غادي نختار 11474، ماشي 12015، 11474 وهذا، او 11475. هنا زدتي رقم او نقصتي رقم ماشي مشكل، 27500 3 على 4. وكدير سيرش بطبيعه الحال، كتهبط لتحت، ماشي غدير سيرش ساتيليت، غادي دير سيرش تي بي، وكتبرك اوكي. كيقول لك واش غادي تروموفي يعني القنوات اللي قبل، حنا غادي نديرو هنا، وغادي نديرو ناو، غادي نخليوها غادي تطلع. صافي طلعت، نتمنى انها تكون طلعت. ساتيليت غادي نختارو لي ساتيليت نايسات 12 11 474. ضحكوني الاخوه فاش حطيت الاخر، كلشي حاقد على هاد القناه ديال الدوزيام، تقريبا كلشي حاقد عليها، ما كاينش اللي ما كيحملهاش، وما كاينش اللي ما قالش شي جمله، كل واحد باش عبر، كل واحد الراي ديالو. فهادي كتبقى قناه ديال، حنا كنقولها قناه ديال العيالات، قناه ديال الجنس اللطيف. فالجنس اللطيف مبلي بهاد القناه هادي بزاف، تقريبا الجنس اللطيف هو اللي كيقبطها، او الناس اللي كيبغيو الاخبار كيقبطوا الاخبار، هما اللي كيقبطوه. كاين شي بعدين كيتسنطوا غير داك الاخبار ديال الظاهره، من بعد ما كيوليش يشوف الدوزيام. كانت الدوزيام في ياماتها، في اليامات الاولى كانت كتنقل الدوري الانجليزي، وكانت كتنقل العصبه ديال الابطال تما. دونك هذه هي القناه اللي كنهضر عليها. لاحظوا الصوره كيفاش مختلفه، فانا 11475 فيرتيكال 27500، وراني وريتكم كيفاش. فانا الا كتلاحظ، ما عرفتش واش غادي تلاحظوا الفرق في الصوره، فغادي نقربوا شي شويه ونشوف هذا القرع. هذا القرع فين غادي تبان الصوره مزيان. فغادي نمشي ل، اسمح لنا السي رمضان، نمشيو ل نمشي سمع الفيديو، نمشي دعيني نقول لهم راه قال لي القرع. نشوفو، غادي نهزوها بعدا نوريكم حتى كيفاش انكم تنقلوها. فغادي نجيو للكانال، نحطوها الفوق الكانال، غادي نحطو كاع داك القنوات. فهنا فاش كتجي دير تنقل، تستغني كتوقف على موف، وغادي تبقى بالزرقاء باش تهز بزاف. ها هي، غادي نبرك على الزرقاء، ندير اوكي بعدا، ونبقى بالزرقاء. انا غادي نهزهم كاملين ونحطهم الفوق. الاولى هزيناها، دونك غادي نهزو غير العيون، ونمشيو بالعشرة، بهاد العشرة هادا تلقاها الفوق. فانا غادي نمشي لواحد ونحطها تما الفوق، كتلاحظو القنوات مشات لتحت. فاش كتمشي بهادو كتمشي بالزربة. ونوريكم الفارق ديال قلتلكم قبيلات، يعني القناة ديال الدوزيام فين ولات اش دي ام اي مزيان، يعني فين ولات بالتغيير ديالها. هنا غادي نحطها بعدا هنا حدا القنوات المغربية، وهنا غادي نحط، غنخرجو من هنا وغادي نمشيو للدوزيام. هانتوما لاحظوا، لاحظوا الصورة هنا مزيان، أنا كتبان لي كلير حتى مع هنا. غادي نجيو لاحظوا، غادي تلاحظوا الضبابية، لاحظتوا ولا ما لاحظتوش؟ ما عرفتش واش غادي تلاحظوها. أنا كتبان لي، أنا كتبان لي هنا في التلفازة كتبان لي. نزيد قربنا الكاميرا غادي تبين. لاحظوا هنا في، لاحظوا هنا في الوجه، هنا غتعرف الكاليتي طلعت مزيان. لاحظتوا
الكليراج وحتى حتى اللون كي يعني انا كتبان لي كتبان لي يعني لاحظوا اللحيه ديال الرمضاني مع الاخر غتلقاو فروقات كبيره بزاف. يعني الصوره كتلعب دور الصراحه، الله الصوره كتلعب دور. قلت التغييرات فين كاينه؟ كاينه في هذا القمر ديال النايلسات، وكاينه بطبيعه الحال في القمر ديال اليوتيلسات 21، وكاينه في التي ان تي. الناس اللي كيقبطوا التي ان تي هنا فين كاين ثلاثه التغييرات، دونك ظهرات في التي ان تي، وظهرات في اليوتيلسات 21، وظهرات في النايلسات. العرب سات والهوتبورد مازال، انا بلاتي شويه غادي نقلب الهوتبورد وغادي نشوف واش كاين هذا التغيير ولا لا. فاصبروا معايا نشوف واش كاين التغيير في جيت الخوت. هنا قلبت الهوتبورد وهذا فما تحولاتش. فدونك فين تحولات كما قلت لكم قبيله، انا علاش قطعت الفيديو باش راني قلبت ديريكت. في الهوتبورد فالفريكونس ديالها هو 12476 اوريزونتال 29 و900، فما عطاتش يعني ما كايناش في الاش دي. يعني فين كاينه بالصيغه ديال الاش دي كاينه في النايلسات 11474، وكاينه في اليوتيلسات 21 تي ان تي، وكاينه في التي ان تي ديال يعني التي ان تي اللي كتقبط بالتلفازه عاديه او بداك النيميريكات ديال التي ان تي الصغار. هنا فين كاينه الخوت، صافي هادشي اللي كاين الخوت في هاد الموضوع. بالنسبه للفريكونسات ما لا باس نذكر بالفريكونسات. ففي الهوتبورد 12476، السامبورات 29900، الراديو ما كيحتاجوش الناس تقريبا، الراديو نفس الاخر. كاينه في جالاكسي 19 ديال عدد ديال كندا 11 من الناس ديال كندا وديال امريكان، كاين 11898 22000 سامبورات، ما تحولاتش للاش دي ام اي. وكاينه في اليوتيلسات 7 بي، بطبيعه الحال كتبت ارضي يعني بحال كتقول ملتي ستريم. كاينه بالفريكونس ديال هذه علاش دارت في اليوتيلسات 7 باش كيقبطوها الناس ديال الصحراء والناس ديال موريتانيا وديال السنغال. وهذا الفريكونس ديالها هو 12604 30000 في السامبورات اوريزونتال 2 على 3. بقاو جوج ترددات كاينه في النايلسات بطبيعه الحال، كاين جوج ترددات في النايلسات، كاين 12015 هذا فريكونس عادي ما مقبوطاش فيه يعني كتبت عادي. ولكن في اليوتيلسات دوبل في 7 يعني في النايلسات اللي هو النايلسات كاين جوج فريكونسات، كاين 12015 كتبت فيه عادي، وكاين 11476 كتبت فيه بالاش دي ام. بطبيعه الحال كما قلت لكم كاين في البادر مازال ما بتاتش، انا قلبت قبيله البادر ما كايناش بالصيغه ديال الاش دي ام اي. الفريكونس ديالها هو 12303 في البادر اوريزونتال 27 500. صافي الخوت، صافي هادشي اللي كاين، وتبارك الله عليكم.